أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قراءة كلام مجيد.
مولانا حافظ بخاری رضوان قریشی صاحب خطیب مکہ مسجد کی آواز میں بزم طلبہ قدیم و محبہ نے جامع نظامیہ جدہ نے تعاون کیا ہے اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سیما اسٹوڈیو اینڈ پروڈکشنز نے۔